الزمالك النهاردة على موعد مع نهضة بركان لكتابة تاريخ جديد أمام أندية المغرب. ماتش النهاردة بين الزمالك ونهضة بركان هيكون في الساعة 10 مساء، وده ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية عشان يجتمع الفريقين للمرة الثانية بعد نهائي الكونفدرالية برضو، ولكن في 2019. في الموسم ده من البطولة في النهائي مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 1-0 والإياب بنتيجة برضو 1-0 عشان تنتهي بالتعادل ويحسمها نادي الزمالك عن طريق ركلات الترجيح. وبشكل عام نادي الزمالك عنده تاريخ طويل مع أندية المغرب اللي ابتدت سنة 85 أمام الجيش الملكي في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، ومن بعدها واجه 8 فرق مغربيين: الرجاء والوداد واتحاد طنجة والفتح الرباطي وكمان حسنية أغادير وكمان نادي المغرب الفاسي وأخيرا نهضة بركان النهاردة. وبكده يكون الزمالك واجه الفرق المغربية في 23 مباراة، فاز في 13 وخسر في 5 وتعادل في 5 مباريات. لكن بقى النهاردة يا ترى نادي الزمالك هيقدر انه يستكمل سلسلة الانتصارات على أندية المغرب، ولا نهضة بركان هيكون له رأي تاني؟